بعتذر منكم، بس عن جد أنا كنت مشغولة كتير بالصلاة، يعني لدرجة حتى ما انتبهت إنكم واقفين هون. وكمان إذا أنتي ما نمتي منيح بسببي أنا بعتذر منك، لأنه ما كان قصدي إزعجك يا بارو. بصراحة أنا شفت مكان العبادة اللي هون لما مرقت من هذا المكان مبارح، فحبيت صلي. وعلى فكرة هالغنية كتير بحب أقولها وأنا عم صلي، ولهيك أنا غنيتها هلأ. أنت مين بتكوني؟ ليك عمي، هاي الأنسة ليلى. أختي بارفاتي، مو هي البنت يلي كانت قبل عرسك؟ ايه أختي، هي بتكون رفيقة رودرا بالشغل. شو قصدك؟ هي بتشتغل بالجيش كمان؟ ليش في بنات بيشتغلوا معكم؟ لا عمتي، هي صاير معها قصة صغيرة. مبارح وصلت لهون وكان وضعها صعب شوي. أنا رح أقلك عمي، رجالتي جوات عم يلاحقوها وتصاوبت كمان. لهيك قررنا أنا ورودرا أنه نأمن لها ملجأ عنا من رجاله. أنا بعتذر، ما شاورت حدا وعملت كل شي من راسي. لا لا بالعكس يا بنتي، انتي معك حق تعملي هيك، يعني ضيوفك انتي ورودرا اللي عم يجوا على بيتنا، معناها هنا ضيوفنا كلنا. وانتي قلتي انه كانت بوضع صعب كتير عليها لما رودرا جابك على البيت، كمان كنتي هيك، وهي هلأ جابها لهي البنت بدون ما ياخد رأي اي حدا منا. يعني يا بنتي تعودنا. وبصراحة انه هالبنت لا تواخذيني خالة، عن جد نسيت اني حاملة الشمعة وما انتبهت انك انحرقتي. لو سمحتوا بدي اياكم انه تسامحوني، انا اجيت لهون واسفة انه لازم ضل عندكم كم يوم. بس بوعدكم انه باسرع وقت رح يومين. كل القصة بدها يومين لحتى تعرفي كل شي عن رجالتي جواد، بس لوقتها مو أكتر. اسمعوني، إذا ما حدا منكم بيجيب لي خبر مفيد معناها ما في حل تاني. يا بارفاتي، كأنه رودرا راح بس بدون ما يأكل؟ خدي. ليلى، وانتي إذا بدك فيكي تخلي غراضك بغرفة الضيوف، يعني لأنه مو حلوة تشاركي رودرا وبارفاتي بغرفتهم. اي صح. يا خالتي، تعالي لهون. تعرفي انه بهالحركة حياتك رح تتدمر، واذا حدا كمشك اكيد رح ينخرب بيتك.
وليكي كمان أنا بحب إني حذرك. يا ويلك إنك تسترجي تقربي مني مرة تانية لأنه يا ريت إنك تنسيني هلأ مهينة وتخلي اهتمامك بلسانك لأنك ما بتسكتي وبتحكي كتير. لا تكوني مفكرتيني واحدة غبية. أنت بتكرهي رودرا وعم تحاولي تهينيني، ومعقول يعني إني ضيفته بنص بيته وأنت هلأ لاحقتيني لحتى تهدديني يا مدام؟ شو كأنك مستغبتي لرودرا؟ أو أنت على ما يبدو إنه عمرك بلش يأثر على دماغك شوي، فانتبهي على تصرفاتك. انتي شو اللي جابك؟ رح تنتزع كل خططي بسببها. شو الشغلات يلي لازم أعملها لأخلص منها؟ ما في شي عم يزبط معي، مو ناقصني غيرك لأنه تفضل. ما أخذ دواك؟ شوف إيدك كيف وضعه، كل ما عم تعصب وضعها عم بيسوء أكتر. رودرا لازم تدير بالك. تركيني. ليش؟ شو اللي صاير؟ ليش عم تتعامل معي بهاي الطريقة؟ ما بتعرفي ليش؟ ما بدي إياها تكون بهذا البيت. بس أنت يلي قلت. مو بس هيك، عمي كمان قال. لكن ليش عم تسأليني؟ شو بتفرق معك إذا أنا كنت معصب ولا كنت رايق؟ بارباتي جاية أختي. أنا بتذكر دائماً أن رودرا كان يقول أنه هو ما بيقدر يحب، بس اليوم كيف رودرا هيك نسي كل الكلام اللي كان يقوله وتعلق بهي البنت؟ ما بدها اثنين يحكوا بالموضوع لأنه واضح أنه عم يهتم فيها. بس لا رودرا، ما رح أسمح أنك تكون لحدا غيري. كالعادة ما حدا بيقدر يكون قريب منك غيري يا رودرا. واليوم رح أتقرب منك حتى لو كان الثمن غالي. شو عم تعملي هون؟ بدي أخذ الغراض لأنه أنا ما فيني ضل بهاي الغرفة. شو مخبية؟ بهاي الغرفة ما في أي شي غير الأدوية، يعني ما في شي مهم لخبيه رودرا. حكي فاضي، أنت فهمتي علي شو قصدي؟ قصدي على الصلاة والغنية. شو نسيتي مين بتكوني؟ انتي ليلى، لا تنسي حالك.
وليلى ما إلها بالعادة إنه تصلي. خوفي من الموت غيرني كتير من جوا رودرا. من وقتها كل شيء أنت بتعرفه تغير كتير وما ضل مثل ما كان من زمان. عن جد؟ ليكي يا ليلى، أنا بعرف إنه يلي فيه عادة بعمره ما بيغيرها. ما رح صدقي لو شو ما عملتي. شو هالحكي؟ حتى الحجر بيتغير شكله مع مرور الزمن رودرا، وما في شيء بالحياة ممكن إنه يضل ثابت مثل ما هو. وخبرني شغلة، يعني بس أنت اللي بيحق لك إنه تتغير؟ شو قصدي؟ أنا بقصد إنه رودرا اللي كنت بعرفه من زمان ما بيأمن بالحب، وقلبه مثل الحجر، والعلاقات بالنسبة إله هي حكي فاضي ما بيعني. رودرا اللي بعرفه ما في بقلبه مكان للحب والمشاعر، بس اليوم أنا عم شوف شاب عادي واقف جنبي غير اللي بعرفه. أنت متزوج وملتزم كمان، وبتوقع أنه أنت غرقان بالحب، ولهيك ما بدي أنه مرتك تشوفنا بهالحالة وتشك بشي، لأنه تصرفاتها وتعاملها معك معكوس عليك يا رودرا. هي غيرتك. يلا روح البيس بدلتك رودرا، مشان تكتشف إنه الزر مقطوع. ولبينا ما خلصت مرتك تحضير شوربة الكاري بالمطبخ، بلحق زبط لك زر البدلة وخيطه بإيدي. على قليلة بس هلأ أتصرف منيح. قلت لك إنه أنا رح أتصل، بس استنى علي شي أسبوعين يا ابني. إيه أنا هلأ خلصت أول خطوة، رجعت اتصلت فيه مرة تانية. أنا ما عاد رح أبعت لك ولا فرنك. بس دقيقتين رودرا وأنا رح كون معك بالغرفة. شو عم تعمل رودرا؟ رح تأذي حالك. انت ليش ما ناديتني؟ شو جنيتي؟ ليش عملتي هيك؟ يعني فوق ما انا عم ساعدك رودرا؟ فيني بهي الطريقة، ارفع راسك. إذا بدك تضل تطلع فيني بهي الطريقة رح أحسب منك رودرا.
شكيتك؟ صار لك شيء؟ لا أكيد أنا لا ليكي طلعي شوفي برفاتي شوفيني إذا الإبرة غزت برقبتي ولا لا ارتحتي؟ ليلى قليلي بدك شي؟ لا خلاص أنا بكمل لا لا تحرك إيدك رودرا هلأ بتوجعك أخذت أدويتك؟ أخذتهم طيب فطرت؟ أول شي الدواء اللي على الريق وبعدين لازم أفطر وكمان دواء بعد الفطور خلاص أنا حفظتهم على الشغل اليوم خلاص بارو ولسه في شغلة شو كمان؟ بس هي لا تطلعي من فوق الشباك شبون رجليكي صاروا ضعاف مثل راسك هلا ديري بالك بعتذر كتير بس من بكره بلكي ببلش ساعدكن واشتغل معكن بالمطبخ ما في داعي ابدا صحتك مو منيحه شو وينهم الجرايد اليوم؟ ليكن الجرايد معي؟ طيب وهلأ شو فيلي؟ شو هي أخبار الطقس اليوم؟ شو بيهمك بموضوع الطقس يا ابن حماي؟ وكل الطاقة الإيجابية اللي بهالبيت هي كلياتها صارت بسببك أنت يلا لنشوف رح افتح الجرايد لنشوف شو عناوين الأخبار مكتوب هون إنه بسوق جيبور يا قدير تعيننا يا قدير تعيننا نحن بقوتك نمشي نحن بقوتك بنمشي يا قدير تعيننا يا قدير تعيننا نحن بقوتك بنمشي مهيني شو اللي عم تقولي؟ هلأ هاي الأخبار يعني؟ هيك مكتوب بهاي الورقة بس أنا شفتها لهاي الورقة من شوي برات المعبد بس غريب قلوا لي كيف وصلت لهون مع الجرايد
أختي؟ هاي هي نفس الصلاة كأنه يلي أنتي كنتي عم تقوليها الصبح؟ بس يعني أنتي بوقتها قلتي إنه هاي أكتر غنية بتحبيها، لهيك أنتي المفروض تضلي متذكرتيها وحاططيها ببالك. بقى أنا ما فهمت ليش أنتي كاتبتيها على ورقة، بس ما فهمت ليش هيك. يلا روحي من وشي، نلعب من هون. كل هاد بس لأنه أنا كاتبة هي الغنية على شقفة ورقة، معقول؟ لا، كمان لأنه أنت كذبتي. أنا هلأ متأكد أنه كل كلامك كذب، ولهلأ ما حكيتي ولا كلمة صح. بس رودرا هي... رودرا يا ابني خلص روق شوي. شو فيها يعني إذا كانت كاتبة الغنية على شقفة ورقة؟ مو هي بدها تغنيها لحالها؟ أي رودرا، أنا كذبت عليك وما حكيت الصدق، بس كل هاد مشان خلي عائلتك تحبني. صدقني ما كان قصدي إنه. ما عاد يهمني أي شي بدك تقولي. بترجاك تسامحني رودرا، رجاءً سامحني. دموعك ما حتنفعك. اللي أنا شو عملت رودرا؟ شو أنا ارتكبت جريمة يعني؟ فهمني، كنت كل الوقت عم جيب لك المعلومات وخاطرت بحالي كمان، وسقت فيك وعملت يلي بدك إياه وما سألت عن شي، وانت اليوم عم تشك فيني مو هيك؟ معقول؟ من وقت اللي وصلت ملاحظة هالموضوع، حسستني وجودي هون هو مصيبة كبيرة إلك ولعائلتك كلها. وبغض النظر عن وجودي، بس انت فعلا متغير كتير عن قبل. قول رودرا، شو صاير معك؟ يعني هدفك صار انك تطلعني برا البيت بأسرع وقت؟ شو هالغلطة الكبيرة اللي غلطتها؟ قول. ليك رودرا، انا معك انه هي غلطت، بس كل واحد منا بيستاهل فرصة تانية. أنا أخذت فرصة تانية ورجعت أسست لهي الحياة بطريقة مظبوطة، مع أنه من قبل كل حياتي كلها كانت غلط. لهيك هي اللي بعرفه أنه كذبت علينا. لا تبرري لها، هي بالنهاية بعرف. أنت كذبتي أختي، وهالشي كان غلط كتير كبير مني. المشكلة مو بس أنك قريتي الغنية من الورقة، انت عملتي حالك بتحبيها. وهالشي ما بيصير، والكذب مستحيل يضل مخبى. هذا هو غلطك. في اغلاط ممكن تجرحنا يا ليلى. بترجاكي انه تسامحيني يا بارو. مثل ما قلت لك من شوي، كل واحد منا بيستحق فرصه تانية. رودرا لو سمحت. خلص سوي يلي بدكن يا. اهدى اخي رودرا. رودرا استنى شوي. بترجاكم كلكم انه تسامحوني، ما كان قصدي يصير هالشي. شبكي؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ معقول ما شفتي رودرا كيف كان كتير معصب؟ وما شفتي كمان هديك البنت
اللي اسمها ليلى، إذا حضرتها من أولتها عملت مشكلة بين رودرا وبارفاتي. برأيي إنه هي ما لازم تضلها هون أبداً. إيه بس نحن ما فينا نتصرف بهالشي. وبعدين أخوك هو يلي قال إنه ما عنده أي مشكلة إنه هي تبقى بيناتنا بالبيت. أخي حكى بلا ما يفكر شو ممكن يصير، بس لازم أحكي معه لحتى يخليها تروح من هون. أنا عم أترجاك إنه ما تعمل هيك يا تنفير. خلص أنت لا تحكي معه بشي. بعدين نحنا كل ما تدخلنا بقصة بتخص هالبنت بتوقع الشغلة براسنا ومناكلها نحنا. مو حلوة كل مرة نتبهدل مو؟ هلأ صار ما بدك مشاكل؟ أصلاً أنت وابنك اللي بتعملوا المشاكل. ماشي، أنا ما عاد رح أتدخل، بس لا تجيب سيرة ابني بنوب. ما بقبل أي حدا يحكي عنه بهالطريقة، بس رجاءً لا تتدخل فيني. مو هديك البنت ضيفتون؟ هنن خليهم يتصرفوا معه مو أنت. عملي أي شي بدك إياه لحتى تفرقي هاي العيلة، بس إذا أنت بتفكري مجرد تفكير إنك تحاولي تأذيني أو تضايقيني، صدقيني رح يصير شي ما رح يعجبك أبداً مني، ورح خليكي تموتي من ندمك. فهمتي؟ شوفي على شو عم تدور؟ على موبايلي. هو بدي منك أول شي تشرب الشاي وتروق، وبعدين مندور على الموبايل. شو هالمسخرة هي؟ على فكرة هي مانا مسخرة، أنا بس كنت عم قلك إنه لازم تشرب الشاي وبعدها منلاقي موبايلك. طيب أنا ما عاد بدي موبايلي. الموبايل. استنى شوي. قبل ما تروح على شغلك بدي أعمل شغلة، بدي أدعي لك من شان العين. لا انت ما بصير ترفض الدعاء بهي الطريقة.
القدير يحميك ويحفظك رودرا، ويعطيك دائما الشجاعة والقوة بشغلك، وتخليني دائما فخورة ورافعة راسي فيك. وبدعي انه ما بقى نتخانق. استنى، شوفي كمان، ضحكتي علي وشربتيني الشاي، وهلا انتي وقفتيني منشان تدعي لحالك. هذا الدعاء مو منشاني انا، هو بس منشان مركزك وقوتك وشغلك انت. انا بدي منك شغله واحده بس، تسمعي اللي بقوله. ليلى لازم تروح من هالبيت. طيب منخليها بس لحتى تتحسن. طيب خلاص مثل ما بدك، بس لا تعصب، بترجاك لا تتضايق مني. انا ماني متضايق منك بارو، خلصيني بقى. لا انت هلا معصب كتير، روح اطلع على وشك بالمراية، بتخاف من حالك. لك بترجاك لا تزعل مني، ما بقى رح اطلب منك شي ولا حتى انك تضحك، مع انه بعرف انك ما رح تسمع مني اي شي. كل عقلك ناطرة يتطلع لورا؟ ما بيعملها. ليكي حبيبتي، هو هلأ رايح على شغله وما بيهمه شي تاني بنوم. بعرفه كتير منيح لرودرا، ما بيغير طبعه، ما بيلتفت حتى عليكي. بارفاتي، لا تبني أحلام عرودرا حتى ما تنصدمي. Thank you.
شفتي شو صار اختي؟ شو هو ارفعتي؟ وكمان خلاني ادعيله قبل ما يطلع. ما بتصدقي قديش مبسوطه اختي، جاي عبالي ارقص وغني لبكره الصبح. هبله مبسوطه لك، هو ابتسم لك يعني هو بيحبك. ما رح خليكي تفرحي كتير، ورح أعمل كل شي بقدر عليه بس لحتى فرقك عن رودرا. رح خلي حياتك تعيسة بارفاتي، أنا بوعدك إني أسرق هاي الضحكة منك. وهي الفلافلة الحمرة هي اللي رح تساعدني بهالشي، ورح تخلي رودرا يكرهك وما يتقي يتطلع فيكي. We'll be right back.
صار لك بارو؟ يا قدير عيوني! بارو شو؟ ايه طبعاً رح يحرقوك عيونك وما عاد رح تشوفي فيهم كل عمرك، وأهم شي ما بقى فيك تشوفي الحب عيون رودرا، ورح تندمي على اليوم اللي سرقتي فيه مني يا بارفاتي. انتي رح تدفعي الثمن غالي كتير، صدقيني هي بس البداية. ولسه يلي رح أعمله فيكي أكتر من هيك. هلأ بتتحسني بارو، خلص أنا الحق علي. الصراحة ما بعرف شو اللي فات بعيونك. تحملي شوي، هلأ الدكتور بيجي وبتصيري منيحة. هاي المريضة دكتور. هاي الدكتور وصل، تفضل هون. ولي عليكي عملتيها؟ شو هاد الحكي اللي عم تحكي؟ شو ما شفتي مين اللي رش المي عيونه لبارو وبدون ما أطلب منه حتى؟ إذا حابة إنك تضلي بهالبيت فالأحسن لك ما تعيدي هالحركة حتى ما تنقلعي. بس أنت بشو خلطت المي؟ حد الواضح إنه في حد فايت بعيونا. بس دكتور نحن كل شيء عملناه إنه لعبنا بالمي الملون. ما عفواً منك دكتور، بس هالشي مستحيل يصير، لأنه يعني مين بده يجي يحط حد بالمي اللي عم نلعب فيه كلياتنا هون؟ طيب وانتو ضليتم كملين لعب بعد ما صار هيك؟ يا قدير بصراحة ما عم بقدر استوعب اللي صار، بس أكيد بتعرف كيف بيجنوا البنات بالعادة. بدها يومين وبتتحسن، بس بدي منكم ديروا بالكم عليها وما تتكرر هالشغلة، لأنه العيون كتير حساسين. ما تخلوها تشيل الضمادة للطيب. حاضر. يلا سلامتها. بالإذن. ليكي بارفاتي، لا تاكلي هم هالفترة، لأنه أنا رح كون إلك مثل عيونك. بارو أنا رح أتصل بجوزك وخبره باللي صار. لا أختي لا، القصة مو مستاهلة، ما بدي خوفه. اليوم أول يوم بداوم فيه بعد قعدته الطويلة، أنا بعرف منيح قديش هو بحب شغله. سيدي هذا الزلمة ضيع جمله، وبدون ما يفكر بأي شيء صار يتخانق مع جاره. طيب وشو بيهمني؟ بس يا سيدي هذا الجمل شكله كتير غالي. ليش؟ لأنه مدربينه كتير منيح سيدي، حتى يقدر ينقل البضاعة على الحدود وحتى من دون مرافق. بحلف لك إني ما بعرف شي، صدقني ما بعرف، حتى هو اللي أخذ مني الجمل غصباً عني يا سيدي. مين هو اللي أخذ الجمل؟ تيجاوات، رجال تيجاوات هددوني بعد ما أخذوه مني. بقى أنا بشو بكون غلطت هيك يا سيدي؟ هالشي معناته إنه تيجاوات ورجاله صاروا قراب علينا. إيه سيدي، صار مهددني أكثر من مرة ويقلي إنه بده هذا الجمل بالذات بأقل من أسبوع. شكله عنده شغل مهم حتى هيك عمل، بس مو ذنبي أنا. معناتها ليلى كانت عم تحكي الحقيقة. أمان. نعم سيدي. شددوا الحراسة على الحدود، بدي تمسكولي تجاوات وبأسرع
وقت. بارفاتي، لوين رايحة؟ شفتي شو عم تعمل؟ بارفاتي مصرة تفوت لتطبخ لنا الأكل. وإنتي كيف رضيانة تعمل هالشي؟ بارفاتي طلعي على غرفتك وارتاحي فيها ونحن بنعمل الأكل. روحي. بس يا أختي أنا حابة أطبخ لكم اليوم رز وبطاطا بالكاري. خلص لا تاكلي هم، أنا رح أحضر العشاء. إيه بس عفوا من حضرتك. بارفاتي حابة أنها تحضر الأكل بإيدها لأنه زوجها بحب ياكل من تحت إيدين مرته، ما هيك؟ ليلى، وإنتي من وين عرفتي شو بيحب وشو بيكره جوزك؟ شبك حبيبتي؟ شو نسيتي إني المخبرة تبعه؟ وما في شغلة بتخصه بتخفى علي؟ يعني براقب الناس لأعرف عنهم أبسط الشغلات بحياتهم لأنه هاد هو أساس شغلي. صحيح؟ على فكرة أنا بعرف عنك شغلات أنت نفسك ما بتنتبهي لها، بتحبي إليك يا هون؟ بارفاتي إجتني فكرة هلأ، رح جيب إليك كرسي وحط لك إياه بالمطبخ لتطبخي. ماشي. بارفاتي ما كان في داعي تطلبي منه، كنتي قوليلي وأنا بساعدك. بارفاتي قوليلي، زعلانة مني؟ زعلانة من اللي صار؟ صدقيني الحد إجا بعيونك بالغلط لك أختي سكري عالسيرة بقى، كل القصة إنه ليلى أصرت إني أطبخ اليوم بس هيك. يلا تعالي بارفاتي. امشي. بصراحة أنتي وليلى صايرين رفقات وكتير قراب من بعض كمان، بس أنا بضل سلفتك مو حبيبة جوزك. تعالي من هون. يلا. على مهلك، ديري تبين. بالك. وهلأ رح كون بدل إيديكي وعيونك وإنتي عم تطبخي هون. إنتي هلأ بس عدي وارتاحي هون وأنا اللي رح نفذ. لا تخاف، جبت لك المخلل سومير. ايه وجبت المصاري كمان. اوف، يعني ما رح تتركني خلص شغلي كله بقى؟ ايه سكر. رجعت؟ ما طولت. تشرب شاي؟ بنتي متلي؟ انتي لسه عم تشوفي سومير؟ ايه، وليش حتى ما اشوفه؟ نسيان انه ابني ومن لحمي ودمي. ايه ومجرم كمان. هو انجبر يكون هيك وكله بسبب اخوك وابنه. ابني سومير كان حدا كتير منيح بس هن خربوه. ماشي تصطفلي اعملي يلي بدك يا، بس في شغلة ما تنسيها، هي انه ابنك حبيب قلبك مستحيل يفوت على هالبيت هاد طول ما انا عايش. يا روحي ما توقعت نوصل لهون. ابني سومير هو اغلى شي بملكه بهالدنيا كلها. هيك لكان هالقد ابنك بيعني لك؟ سومير نقطة ضعفك والإيد اللي بتوجعك. منيح كتير بستفيد منه بيوم من الأيام وبعمله طعم. انتبهي في درجة. طمنيني خلصتي طبختك؟ لأني ما عم شم ريح الطبخ. كأنك غيرانة لأني طلبت هالطلب منها. أكيد غيرانة. ماشي انسيها هلا ولا تفكري فيها وتعصبي. واسمعيني شوي، صار لي زمان كتير ما عملت لرودرا أكلة الكاري اللي بحبها، بس هو تغير كتير، يعني علاقتنا وتعاملنا مع بعض.
صح لهلأ لساته بيعصب، بس كمان بطل يكرهني مثل قبل. صار في شي حلو جواته وقلبه تغير، وحتى أسلوبه معي. وكرمال هي التغيرات أنا ما بقى تهمني عصبيته علي بنوب. من وين إجتك كل هالقوة بارو؟ كمان أنتي ما كنتي هيك من قبل. أنا قضيت عمري عم أحلم بهاي الشغلات وفكر فيها، وكنت انبسط بس اسمع أنه حدا عايشة. أول شي الحب، وبعده الزواج، وبعدين فكرة أنه تكملي هاي الحياة بسعادة. بس إيه، هذا الحكي طلع بس بالروايات، والزواج بيضل عبارة عن مسؤولية علينا. وطبعاً نحن النسوان لازم نقبل بكل شي بدون ما نعترض، وإذا تنازلنا عن شي رح نخسر كل شي. ولهيك تعودنا أنه نتأقلم مع الوضع. هلأ ليكي، أنا بعرف أنه عرسي ما كان مثل أي عرس بتحلم فيه أي صبية، بس الحياة اللي بعد الزواج سواء كانت حياة حلوة أو مأساوية، فهذا الشيء نحن يلي منحدده. وبعد هالوقت أنا ما عاد عندي أي اعتراض على رودرا، لأني وصلت لأول هدف، الحب قبل الزواج. وشوي شوي أنا رح وصل للي أنا هلأ بوعدك يا قدير، إنه اليوم اللي رودرا رح يرجع فيه على الحياة ويصير منيح، بوعدك رح يكون آخر يوم إلي معه، ورح ودعه واطلع من حياته على الآخر. كيف رح توصلي للي بدك اياه؟ طول ما ليلى شوفي ميدالي، انتي ليش متوترة كل هالقد من وجود ليلى بالبيت؟ ليكي بارو، انا مو حابة احشر انفي بهالقصة وما بدي ضايقك، بس انا حاسة انه في شي غلط بجيتها لعنا، وهي فيها شي مو مريحني. أنا بعرف أختي إنه اللي عملته ليلى غلط، كان غلط، وإنه هي كمان ما كان لازم تكذب علينا، بس الحلو إنها اعترفت بغلطها واعتذرت من الكل بهالبيت. بارو، القصة مو بس باللي صار اليوم، بس كمان نمط حياتها وأسلوب حكيها، هذا غير إنه عندها طريقة غريبة بالتعاطي مع رودرا، يعني كل شي فيها غريب. أكيد ما لاحظتي هالشي، ما؟ أنتي مو شايفة في شي غلط؟ ميتالي، رودرا بيكون زوجي أنا، وأنا بصراحة بوثق فيه كتير، ولهيك مو شايفة شي غريب بليلى. بدك مني شي؟ لا يسلم. طيب ارتاحي، أنا رح روح وبرجع. شكراً. ولا مالي حق أشكرك كمان؟ بارو؟ أنا مو بارو. بارو؟ رجعت رودرا؟ زبي!
بارو؟ شو صاير لك؟ المهم هلأ اللي كيف كان يومك؟ أنا سألتك جاوبيني، شو بهون عيونك؟ أنا المي الملونة فاتت بعيوني ونحنا كنا عم نلعب وبعدين سنهيري عن جد مثل ما قلت لك نحنا كنا عم نلعب. عمتي ميتالي ليش عم تنادي لهم هلا؟ ايه قلي اخي ميتالي شو القصة؟ فيك تفهميني؟ هو الحق كان علي، انا رشيتها بالمي الملونة بالغلط، وقتها فاتت المي بعيونها. لا ميتالي اللي صار ما كان غلطك، نحن كنا عم نلعب سوا، بعدين اللي صار ما له خطير. ليش صغار لتلعبوا؟ بعدين ليش ما حدا منكم خبرني؟ طيب شافك الدكتور؟ ايه ايه. وانتي ميتالي انتي ليش ما انتبهتي عليها؟ مبسوطة هلأ هيك؟ انا اسفة كتير اخي، بعرف انه الحق علي. حاج بقى رودرا، شو هالحكي؟ شو هالمصيبة اللي عملتها يعني لحتى تبهدلها بهالطريقة؟ بعدين مرتك بارفاتي هي اللي بلشت بالأول، هي كانت عم ترقص مثل المجانين بالحديقة، وبعدين كلهم طلعوا لعندها سون هيري وميتالي. وحتى هاي، حتى هاي الدخيلة الجديدة، ايه هاي ليلى لعبت معهم كمان، يعني كنتي ميتالي ما دخلها بشي. والدكتور شو قال؟ هو قال انه بعد يومين رح يرجع كل شي طبيعي. انا قلت لك عن جد ما في شي خطير. انت شكلك ما عم تفهمي علي صح؟ شلون بدي فهمك يعني؟ لو كان صاير لك شي انت كنت. انا هلأ لو صار لك شي قبل ما لاقي تجاوات كنت تحملت المسؤولية، لأنه كان لازم واجه ضيعتك، وقتها ما حدا بيعرف شو كان رح يصير من ورا لعبكن البايخ. لا تمشي لحالك، أنا بقدر دبر حالي لحالي. इनका साथ है जैसे माटी संग कुम्हार शिफ्टी माटी बन जावे है मूरत लागे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे تعالي. يلا عادي هون، عادي سطحي. أنا منيحة. حاجة تبكي بقى، لك الدموع كلها ملح بتحرق لك عيوني. ليش عم تبكي؟ موجوعة شي؟ أنا ما عم ببكي لأني موجوعة. لك أنا عم ببكي لأنك عصبت. إيه طبيعي عصب، لأنه لو صار لك أي شي ليكي بدي أقول لك إنه هالشي كان غلط، وحتى لو مو أنت كنت رح أعصب عليهم. بس ليش عصبت على ميتالي هيك؟ اللي صار ما كان غلطه، نحن كنا عم نلعب. إيه ما بيصير هيك، بتخسري عيونك يعني؟ ايه بس ما خسرتون، انا منيحة و سلفتي بكيت وانقهرت من حكيك. انتي وحدة
تذكري جبتك لأحميكي. أنا رايح، ويا ريت توقفي بكي قبل ما أرجع، مفهوم؟ شوفي شوفي، فيك تفهميني يا شاطرة ليش حطيت الحد بالمي وشو كان إلها معنى هالمشكلة؟ يلا أحكي، يعني شو استفدتي من هذا الشيء اللي عملتيه؟ مشان ما تشوف بعيونا حبيبي رودرا وتحاول تغري فيهم كل الوقت، بس أنا لسه ما خلصت منها. دخيلك يا قدير، يعني أنا ما عم أفهم شو الحكمة من إنك تفوتي على حياتي هلأ. أنتي صح ضربتي لعيونها اليوم وبرأيك بلشت تعاقبيها، بس اللي ما حسبت حسابه إنه رودرا زاد اهتمامه فيها بحجة إنه عم يحميها بهالبيت. الواضح إنه أنتي اللي عندك مشكلة بعيونك وما عم تشوفي منيح، ولهيك ما حسبتيها صح. من ورا غباكي وتهورك رودرا هلأ رح يضل قاعد بالبيت وما رح يترك مرته ولا لحظة، بس من شان لا هي مو مرته. ليك لا تبلشي بهالدراما قدامي، لأنه هي مرته، بس غرورك مو حابب يتقبل هالفكرة ولا بأي شكل، ولعلمك كمان هو متعلق فيها بشكل كبير، وكأنه ما حدا تزوج قبله وصار فيه عنده مرعى وصار مسؤول عنه وبتمشي بأمره. وقفي هالتمثيلية واستحي على حالك، أحسن ما تصفي برا البيت. بارفاتي لو شو ما عملتي انت ما بقى رح تقدر تشوفي رودرا بعد اليوم، لأن هاد الوعد أنا قطعته على حالي، وعن قريب كتير رح أخذ رودرا منك وخليكي تندمي على الساعة اللي سرقتي فيها مني وبعدتي عني. ليك رودرا، هاد الدواء الدكتور كتب ليا وقال لي إنه أعطيها قطرتين بكل عين كل يوم، وأنا عطيتها مرة واحدة، انت عطيها مره تانية بعد العشاء. مرت اخي، اذا مرتي صار لها اي شيء، قصدي انه اقول اذا صار اي شيء لبارو فورا اتصلي فيني. ماشي حاكيك، انا مقدره خوفك على مرتك، انا ماني زعلانه بنوب منك، وهي الدواء معك. أي؟ ليلى، بعرف يا رودرا هالشي كان غلطي، كان بدي إنه أعتذر منك. ليكي بالأول ما صدقتك مشان قصة تجاوات، بس هلأ صار الخبر أكيد بعتذر. ما في حدا بالعالم رح يفهمني يا رودرا، أنا صرت متعودة على هالشي، بس أنا بدي إنك ترجع وتوثق فيني. قلي أنت بتوثق فيني ما هيك؟ كتير منيح، انت لازم تعرف انه ليلى بتوثق بقدرها رودرا ومستحيل انها تتراجع، يعني القدير يحمي لهذا الشخص يلي وصل لك اياها لهالاخباريه عن مكان تجاوات ورجاله هلا، يعني ما عاد حدا يقدر يطالعني من هذا البيت. أخيراً اجيتي ميتالي؟ شو؟
بتعمل؟ مو شايفة؟ لا، بس بظن عم تغير ثيابك كلهم، لأنه هيك حسيت. خلص لا تدقي كتير. لا لا لا، ما بصير تشيلي الضمادة. لك حاجة مسخرة، أنا بس كنت بدي أحط لك الدواء. لا خلص، عن جد لا تلمسني، حط لي إياهم بإيدي وأنا باخدهم، لا تفكر إني بحاجة مساعدتك. خلص بارو، فهمنا. إيه، وطبعاً أنا لازم رد عليك، لأنه أنت بس بتتأمر وأنا لازم نفذ. مو معقول، ما بيصير. شو يعني ما تكون مفكرني إني خدامة عندك؟ شو صار؟ توجعتي؟ كتير بيهمك؟ تعالي افتحي عيونك، بدي حطلك من هاي القطرة. افتحي عيون. خلصنا بارو، حاجة تعملي مثل الولاد. عم يوجعوني، عم حس بحرقة كتير. خلص هدي حالك. ليكي بارو، حكيت مع ميتالي، يعني قصدي أنا اعتذرت منها. ليش ساكتة؟ قولي شي. أنت عن جد اعتذرت من ميتالي؟ أنا ماني مصدقتك. ما عم كذب عليكي بارو، بس ما قلتيلي انت ليش هلا عم تبكي؟ وانا شو بيعرفني؟ عم يدمعوا لحالهم وما في يفتحون، ما في يشوف، وعم يحرقوني كتير والدموع ما عم توقف. طيب ماشي بارو، ليكي انا هلا رح قلك شو في قدامك. الدنيا ليل وعتمه، وبعتمة هالليل ما في غير كم غيمة، وكمان في بالسماء القمر، وفي كمان حواليه ضوء قوي، بس يعني القمر كتير بشع. شو؟ ايه، وكمان ما في نجوم، والجو بشع، وواضح إنه في عاصفة ورح يصير مطر. إيه، والعاصفة رح توقع براسي كمان. طيب خلص بارو، خلص حاجة تبكي. شو بدي أعمل؟ أنت بتضلك عم بتبكيني وما بتعرف تفرحني. أنتي أحلى شي، أنتي أغلى شي. بدي كفي عمري معك، بحب كل شي فيك يا عمري ويا حياتي، بحبك أنا كتير، بحب النظرة يلي بعيوني، خليكي مبتسمي على طول. وأنت عم تضحك. وهلا سكري عيونك، بدي حط الشاش. العشاء. أنا ماني جوعانة، إذا بدك روح كل. واسمعني، قول لميتالي مشان تعطيك الخضرة اللي أنا عملت لك ياهو، وكمان تعطيك الدواء. بنتي قعدي هون. حاضر. شو وين الرودرا وبارفاتي؟ ما بدهم يتعشوا؟ ايه ليكو،
شكراً حضرة الضابط إنه تركت هالبنت الغبية لحالها بالغرفة وإجيت. يلا تعا أقعد جنبي لشوف. ليك رودرا، أخذ لها أنا أكل لبارو؟ لا، لأنه بارو ما أنا جوعاني. مثالي وينهم؟ بارو قالت لي انه حضرت لي خضرة. ايه خلص انا رح اسكب لك. لوين رايح؟ أنا وبارو رح ناكل بالغرفة. بس رودرا، مو أنت قلت لي إنه بارو مو جوعانة؟ شو؟ إيه، ولهيك أنا بدي روح طعمية. ابني، شو أنا نعميت ولا بهالصينية اللي معك؟ ما في غير صحن واحد تاكلوا منه انتو الاثنين. شو يعني بدكن تاكلوا سوا؟ شي حلو، صحن واحد بكفي. عن جد شي بشع انه بارو تمرض هلا، وبشع هالشي اللي صار بعيونه، بس اجت بوقتها وكأنه هالشغلة طلعت لصالح بارو. رودرا قلت لك ماني جوعانة. خلاص قلي شو يعني بدك تعميني بالقوة؟ اي بارو. لا رودرا، مو على كيفك. ليك رودرا، رودرا رد علي. لازم يضل معصب 24 ساعة، ما بعرف كيف بيعصب على كل شيء وبيزعل كمان. معقول؟ شو عمل؟ يعني بروح هلأ من هون؟ أي لازم ألحقه. لا، ليش لأروح؟ رح ضل هون. اللي بده يصير يصير، يعني ليش لخاف منه؟ إيه بس أنا كمان جوعانة كتير. किनारे उड़ने लगे
هذا أنت يا رودرا؟ قلي. أي بارو، فكرتك رحت من هاي الغرفة. ميتالي بنتي، طيب يعني إذا كان ابني رودرا وبارو رح ياكلوا بنفس الصحن، شو يلي مخليكي مبسوطة؟ أنا شبعت، أنا رح تجيني الجلطة طول ما أنا هالحية بهالبيت. ماني طايقة أشوف حدا، ومزاجي تعكر من غبائك. شو أنتي ما عندك تفكير إلا فيه ولا نعمة على قلبك؟ وبسبب غبائك يا ليلى اليوم هاي أول مرة بتصير معه لرودرا وبيأكل مع مرته بنفس الصحن، لعلمك إنه هالشي من وراك. الواحد ما لازم يتأمل منك شي، الواحد يعتمد على حاله أشرف له من إنه يعتمد عليكي. مو معقول ليلى، عن جد غلطة عمري إني وافقت إني فوتك على هالبيت. المرة الجاية لما يقرر رودرا يقلعك برات هالبيت أنا رح وقف معه ضده، وإنتي رح تروحي من هون. مزبوط، أكيد رودرا رح ينبسط كتير لما يعرف مين يلي جابني على هذا البيت. وبصراحة أنا برأيي هو لازم إنه يعرف، مو هيك؟ ومعقول إلك عين إنه تحكي كل هالحكي الفاضي هاد؟ مو ملاحظة إنه النار اللي حضرتك شعلتيها بلشت تولع كتير وتحرق لك أصابعك؟ إلك يا ليلى، وبحب ذكرك بشغلة، انتي بهالبيت بسببي ولهيك رح تتعاقبي على كل غلطة ممكن تعمليها. عم تفهمي؟ لأنه نحنا مانا عم نلعب ولازم تكون هاي المعركة لصالحنا. اي صح، بس إذا أنا ربحت لهي المعركة بالأخير لازم تنفذي كل شي بطلبه. شو قلتي مهينة؟ ماشي، بكرة أكيد رح يدوب التلج ووقتها بيبان المرج. ليكي مهينة، ما دخلني بتلج وبمرج. الشي الوحيد اللي بفهمه اني مستحيل اخسر، وبالاخص مع بارفاتي. قلتيلي انا بضل معصب 24 ساعة؟ معقول؟ بس ما تفتحي تمك، يلي حكيتي اليوم بكفي، وإلا وإلا شو رح تغني يعني؟ افتحي تمك. أنت ما جبت الخضرة اللي أنا عملتها، رح أنزل جيبها. عادي، جبت كل شي، كل شي موجود هون. لكان دوقة دوقة واعطيني رأيك إذا عجبتك. شو هذا ليلى؟ لوين أخذي كل هالشغلات؟ هالأكلات أنا بصراحة كنت أخذتهم على غرفة رودرا. كتر خيرك، بس هو أخذ معه كل شي. مزبوط ميتالي،
بس بعد الأكل هو بده يشرب مي ما؟ لا ليلى، لأنه أنا خليت لهم بريق مي المسا بغرفتهم، بقى أنا ما بتوقع أنه بدهم شيء. طيب بجوز يكون بدهم خبز. لا ليلى، أنا شفت بعيني، شفت رودرا أخذ معه خبز، هو أخذ معه شيء كفي إله ولبارفاتي، وما بتخيل إنه فيهم يأكلوا أكتر من هيك، بكفيهم وزيادة. طيب مو مشكلة، أنتي شكلك مو حاببتني روح لهونيك، بقى شو رأيك إنه تاخديهم أنتي؟ لا لا، ما قصدت هيك، يعني أنا بس كنت بدي خبرك إنه نعطيهم شوية وقت ليضلوا مع بعض، وإنه ما في داعي نضايقهم ونروح لعندهم. ليك ميتالي، باين مهتمة كتير بهالقصة. طبعاً لازم يكون هيك، لأنه هي بتكون سلفتي وهو بيكون أخي الكبير. ميتالي، إيه جاي حماتي؟ خلصتي شغل المطبخ؟ لا، لسه في كم شغلة. إيه؟ يلا. حاضر. باي انت مو قليلة هالميتالي. كلامك مزبوط، ولها السبب. انا بعتها منشان تلتهي بالمطبخ. يلا وهلأ روحي لشوف، روحي وخلصي كل شغلك. شو قلو داعي انه تطبخي وانت بهالحالة؟ مو معقولة انت. بس كان بدي تخبرني كيف طعمت هالخضرة؟ طعمتها مو طيبة أبداً. لك لا تبلشي تبكي، يعني بتضل أحسن من ولا شيء. عم أمزح معك. يلا كلي. ليش ما قلت لي محروقة؟ لك كيف انحرقت؟ أنا متأكدة إنها ما كانت هيك. بارو، بارو بترجاك تسامحيني، يعني بصراحة بعد ما تركتك بالمطبخ تذكرت إنه رودرا بيحب الخضرة محروقة، لأنه هو دائماً كان بيقلي هالحكي. هو بصراحة طول الوقت كان يحكي قدامي إنه بيحب اللون الأسود اللي بيبعد الشر. بس هاي مو غلطك أنت، لأنه ما بتعرفيه وفتي على حياته لرودرا جديد. أنت مانك مثلي يا بارو، لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.